خلينا هلا شو رايك يا مي ناخذ اتصال؟ يلا بينا. يلا في اكيد انت رحبي فيها. هنرحب بقى معنا بالدكتوره سمر كشك استشاري الصحه النفسيه. هاي سمر. الو دكتور سمر، حضرتك اول شيء شرفتينا ونورتينا في هو هن، وكثير مبسوطين لوجودك معنا. احنا اليوم عم نحكي عن اول سنه جامعه بالنسبه للبنوتات اللي خلصوا ثانويه عامه، وكنا عم نحكي بالمقدمه انه في بنفصلوا لجزئيتين، جزء بيكون متحمس على حياه الجامعه ومش خايف، وجزء ثاني عنده قلق. شو سبب الخوف والقلق والهلع اللي ممكن يصيب البنوتات اللي داخلين على سنه اولى جامعه؟ شوفي، هي مرحله، طبعا المرحله بتبقى لسه مرحله مراهقه وعدم النضوج الكامل. والرهبة من الانتقال أصلا للإنسان العادي الكبير البالغ، أنت تنتقلي من مرحلة وشكل ونظام ماشي عليه لنظام ثاني مختلف تماما، أكثر حرية، اختلاط بنات وولاد، للبنات اللي ما كانوش في مدارس مختلطة. الموضوع بيبقى مرعب لبعض الأشخاص، خصوصا البنات اللي ما كانوش في مدارس مختلطة. هل بيلعب دور مثلا انه اذا الوحده كانت مدرسه مختلطه او لا؟ من اي ناحيه بيكون الدور هذا؟ شوفي، البنات اللي في مدارس مختلطه بتبقى متعوده على ده، متعوده على التعامل مع الجنس الاخر بشكل اهدى، مش متخوفه ازاي اتعامل، ازاي اتكلم بعد ما عدوا كل المراحل دي وبقوا في سن حساس جدا، في سن يعني اصلا هو متلخبط، فبخليه بعمل عليه لود انه يتعامل مع الجامعه اللي هي مختلفه عنه وعن كل اللي فات قبل كده من المدرسه، وبيتعامل كمان مع جنس اخر، بيتعامل مع دكاتره مش مدرسين. المدرسين بيبقوا يعني اقرب شويه، بتلاقيها في المدرسه، بتنزلي تلاقي المدرس في الحوش، لكن الجامعه مختلفه شويه، بيبقى شويه. طيب زي ما حضرتك قلتي يا دكتور ان هي مرحله جديده في حياه البنت. الصوت مش واضح. زي ما حضرتك قلتي ان هي مرحله جديده في حياه البنت. أيوة. فازاي تستعد للخطوه دي، خطوه الجامعه؟ الاول هنعرفها على مميزات الجامعه. وايه اللي هيحصل؟ الجامعه بالرغم من انها مرحله غريبه وجديدة وانتقالية تماما عن المدرسة، فهي فيها مميزات، فيها حرية أكثر، فيها مفيش التزام لحصص وحاجات من دي إنها بشكل معين، لا هي بشكل أكثر حرية. مع الشكل الجديد للجامعات كمان إنك بتختاري الدكاترة اللي أنت عايزاهم، بتختاري الأقسام اللي أنت عايزاها، حاجات على هواكي أكثر من المدرسة عموما، مش شرط ثانوي بس. صح 100%. فالحرية هتخليها تحب المرحلة الجديدة. صح. ازاي اكثر حدية الخوف والرعب والهلع لبعض الناس؟ اني اخلي الناس اللي عندها مثلا، انا عندي صحاب كتير قوي قوي في ايام المدرسة، اشوف حد اقرب لكلية ليا يعني، واخليه معايا حتى في الايام الاولى لغاية ما اتعود على الجو الجديد وافهم الدنيا، وابدا اعمل صداقات عشان اكسر الرهبه والحاجز الغريب اللي انا حاساه وانا داخله مرحله. يعني هي المفروض انه ينطلب منها، خلينا نحكي، انه تحاول تخلي ناس مألوفه حواليها عشان تقدر تجتاز مرحله الخوف وتحس شوي براحه اكثر بايامها الاولى بالجامعه. طب احنا هلا تحدثنا انه هذا الخوف ممكن يصيب الطالبات، خلينا نحكي، او الصبايا اللي اصلا عايشين ببلدهم، مدرستهم، بين اهلهم وناسهم، بس في برضه طالبات مغتربين، يعني بيجوا من انحاء العالم عشان يدرسوا بجامعات معينه ومرموقه، يعني زي جامعه القاهره وعين شمس وغيره من الجامعات. سو دكتورة مثلا، شو بتنصحي الصبايا المغتربات كيف ممكن انهم هم يكسروا حاجز الخوف، وكيف ممكن كمان يقدروا يندمجوا اكثر بالمجتمع اللي هم رايحين عليه؟ اولا برضو هدلهم المميزات بتاعتها، هو هيبقى اكثر مسؤولية، والبعد عن الاهل طبعا اصلا لوحده مرعب في سن زي ده. فعلشان يقبلوا على مرحلة خطيرة زي دي لازم يعرفوا مميزات البلد اللي رايحينها، مميزات او نوعيه الشعب لو كانوا هيجوا من بره او هيروحوا من محافظه لمحافظه، نوعيه الناس اللي رايحين لهم، بيتعاملوا ازاي، اكتر حاجه بيحبوها ايه، علشان لما بتفهمي انت رايحه على ايه
شويه بيهديكي وشويه بيطمنك انا داخله على ايه. الناس اللي رايحه بقى من محافظه لمحافظه طبعا اقل حده من اللي جاي من بره خالص. صح والدوله تانيه. فاللي جاي من بره خالص ده يطمن نفسه انه انا قوي خلاص، انا داخل على حاجه اكتر مسؤوليه، انا كبير ونضج واهلي وثقوا فيا انه يودوني بلد تانيه اني اتغرب ابقى قد المسؤوليه. حلمي حط قدامي انا عايزه اوصل لحاجه معينه، فلازم امر بصعاب منها الغربه، منها ان انا اتحمل ان هعيش لوحدي فتره لازم ابقى قدها علشان اوصل للحلم ده والحاجه دي، لان الغربه طبعا مش هتبقى لاي حاجه، هتبقى الحلم معين انا اتغربت وتعبت نفسي عشان عايزه حاجه معينة. فاللي عايز ما بيخافش. صح. طب دكتور بقى نصايح اخيره للبنات اللي داخله الجامعه. مظبوط مش واضح. نصايح اخيره للبنات اللي داخله جامعه. لا مش سامع. نعم. نصايحك ايه يا دكتور للبنات اللي داخله الجامعه؟ الايه؟ نصايحك ايه؟ نصايحي الالتزام زي ما كنا ملتزمين في الثانوي، فنلتزم برضه في الجامعه بشويه روابط وشويه قيود، حتى وان كانت الجامعه حره وطليقه في حاجات لازم نحطها حدود لينا. اقعد مع اهلي اشوف ايه اللي المفروض اعمله وايه اللي المفروض اتعامل بيه، لان انا داخله على مرحله جديده كومبليتلي مش زي اللي فاتت. ما يخافوش من الجامعه، الجامعه اجمل ايام حياتنا. يعني اما بنيجي نفتكر اي حاجه حلوه بتكون ايام الجامعه. حقيقي. ما تخافوش، دي اجمل لحظه. وعايزه اقول لك يا دكتور كمان احلى صداقات صداقات الجامعه. وما تفتكريش، وانا ليا صداقات لحد النهارده من ايام الجامعه. حقيقي. يعني بدنا نشكرك اكيد دكتوره، شرفتينا ونورتينا، شكرا على النصائح اللي اعطيتونا اياها عشان البنوتات الجداد اللي داخلين الجامعه.